احنا مرينا بتجربة صعبة قوي، ربنا وفقنا في عملية كبيرة زي دي ان احنا نشتغل عليها. نحاول نشلك الامبريشن اللي كان لا مزعج شلتوها فعلا، شوية شلتوها عن مصر فعلا الحمد لله. اكيد. وهو دايما الريسكي سيرجريز اللي هي بتاعت الاورام اللي فيا او البطانة المهاجرة او الحاجات دي كلها بتبقى مفروض، والله كل بني ادم لازم يدعي للمريض ويدعي للدكتور، لان صحيح الدكتور ذات نفسه بيبقى محطوط في وضع في ضغط منتهى الصعوبه. ضغط طبعا. وكلكم ان انتوا تقروا الكونسنت بتاع العمليات او اللي هو الكونسنت يعني التقرير مظبوط، او إقرار الاقرار الطبي المستنير ان ايه هي مضاعفات العمليه من اول مضاعفات التخدير لكل ده. طبعا احنا دايما بنقول للناس ان المضاعفات دي وارد حدوثها، لكن احنا بنبذل كل الجهود ان ما يحصلش ده، وان الدكتور هي من حق المريض ان هو يبقى طبعا عارف ايه طبعا ممكن يحصل طبعا طبعا، بغض النظر، وان ويخليه الدكتور هو ياخد القرار. على فكره ده زمان يعني، وانا هقول حاجه في عجاله يعني، في قضيه اسمها مونتجومري كيس. القضيه دي غيرت مسار الطب في انجلترا. ليه؟ واحده كانت بتولد وكانت مفروض الدكتوره بتاعتها كانت على المدرسه القديمه بتاعت انا اللي اخد القرار للمريض وانا اللي اقول ايه الصح وايه الغلط. فهي اخذت قرار انها تولد بيبي، ام عندها السكر والبيبي دوت حوالي كان 4.5 كيلو في هذا الاطار، واخذت قرار انها تولده طبيعي. وهذا البيبي لما نزل الايد بتاعته وهي بتتشد وقت الولاده حصل حاجه بنسميها الشلل، والشلل ده خلى الايد دي تبقى واخده هذا الوضع وفضلت مشكله. اتقدمت كقضيه، وهي السيده او الدكتوره ما اخطاتش، هي اختارت لها الولاده الطبيعي، يعني ليه افتح بطنك؟ الولاده الطبيعي هي الافضل، الولاده الطبيعي هي الاحسن. لكن الـ 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 كانت الدفوع بتاعت القاضي او بتاعت القضيه دي، طبعا بره ما فيش حاجه اسمها ان احنا بنحبس طبيب، احنا طبعا بنعوض المريض ونعوض المريض بطريقه لائقه ونرجع للسيستم بتاعنا ونطور فيه ونطور فيه. وهنا ده دور المريض الـ الـ أو, او او احنا كلنا مرضى، ده دور المريض الذكي. انا خالي توفى في عمليه قلب مفتوح، وكان الـ الهدف منها ساعتها ان احنا عارفين ان الجراح بتاع القلب ده جراح محترم، ولكن احنا عارفين ان كانت في حاجه معينه في الدايمنشنز بتاعت القلب ما كانتش محسوبه مثلا كويس. الناس بتتعلم من هذا الموضوع، ده مش معناه ان ده مخطئ او ده كذا. نفس الكلام الدول المحترمه، فجم القاضي قال نقطه، يعني هي الاطباء وقفوا مع الدكتوره وقالوا ان هي ما اخطاتش في حاجه، هي اختارت الولاده الطبيعيه اللي كلنا كاطباء كنا هنختارها ليه. ولكن طلعت هنا بقى القصه الحديثه اللي هي اسمها الانفورمد كونسنت. هي كان مفروض تقول لها انك عندك اوبشن اخر اسمه الولاده القيصريه، ان فيها الجنين مش هيحصل له كده، بس في المقابل ممكن يحصل شويه دم، ممكن يحصل نسف، ممكن يحصل استئصال الرحم، ممكن يكون النسف عندك اكتر، ممكن كذا. فهي ساعتها تختار اعيش بابن مشلول ولا اعمل قيصريه بالمضاعفات العاديه بتاعتها. يعني لما اجي اقول لها انت مثلا كل 1000 حاله ممكن 7 يخشوا الرعايه في القيصريه، في جرح في المثانه لسبع افراد من 1000، وفي المقابل لما اجي اقول لها ان في 5 بيبيهات مثلا لكل مثلا 100 بيبي، لكل 1000 بيبي ممكن يحصل لهم الموضوع بتاع ان الكتف يحصل فيه حاجه، هي بقى تختار. ممكن تقول لك لا عايز ابعد خالص ان ابني يكون عنده اي مشكله، مظبوط، واختاروا لي انا لو حصل جرح في المثانه تقدر ان ممكن بالغرز ده يتصلح، خلاص انا هختار ده. فكان من المفروض فبقى اصبح العالم كله بيقول للمريض انت عندك الاختيار ده وعندك الاختيار ده، وهو يختار انا عاوز امشي ده ولا ده، طبقا للكونسلت اللي احنا بنحطه اللي هو فيه كل النسب والمريض بيختار. ولكن هذا الكونسلت لازم يعرفه الجموع انه لا يحمي الطبيب من وجود لا في خطا، لا يحميك على الاطلاق. هو بس بيقول لك انت عارف كويس قوي انت داخل على عمليه شكلها عامل ازاي، وده ممكن يحصل. عشان انت لما تيجي داخل مثلا عمليه ديسك او عمليه عظم وحصل ان في جرح في او ان في حاجه اتلمست في العصب وحصل شلل، او جايز ان انت بتاخد تخدير نصفي وحصل منه مضاعفه او عجز في القدمين، بتاخد تخدير كلي وحصل مضاعفه مع التخدير الكلي دوت وقلبك وقف وقت العمليات، كل دي بنسميها بالظبط كده زي اللي هيعدي الطريق الدائري دلوقتي وهياخده جري مره واحده. لو احنا حوالي مثلا 7 8 عدينا، واحد مننا هيتكسر او هيتضرب، العربيه هتخبطه، بالرغم ان هو بس انت عارف في الاول انت بتعمل ايه، انت بتعمل حاجه جنونيه، انت بتعدي الطريق الدائري وهو كده. كذلك بعض العمليات بتبقى كده، بعض العمليات بتصنف ذات خطوره كبرى، وفي عمليات بتبقى صغيره جدا بما فيها اللي هي الطهاره
حاجه بسيطه خالص تحصل منها كومبليكيشن ويحصل فيها ان بني ادم بيلوز حاجه معينه. فهي اللي انا اقصده او اللي انا اعنيه او اللي انا عاوز اقوله للجموع في حيث ان في حين ان احنا دلوقتي في وضع هام جدا في جمهوريه مصر العربيه ان الناس بتتكلم مع بعضها عن طريق السوشيال ميديا وفي تشريعات وفي تشريعات وفي كلام وفي ناس بتقدم قوانين للاطباء وفي ناس بتتكلم وفي اعلام وفي ميديا وفي حاجات كتير قوي. في نقطه مهمه جدا في هذا الموضوع ودي هتظل في منتهى الخطوره اسمها الديوتي اوف كاندر او واجب الاخلاص او واجب الصراحه المطلقه تقريبيا يعني ده تشبيه الاسم يعني صحيح. اللي هو ايه انا هفترض وده سؤال انا بسيبه للجموع ولحضراتكم ولكل البشر ان واحد مسي شاشه جوه بطن الست هو بيعمل عمليه في عنده شاشات كتير ففي شاشه تم نسيانها وبعد لما قفل الجرح والمريضه لسه في غرفه العمليات ما فاقتش خالص هي لسه تحت تاثير الجرح وهو خارج اكتشف ان في شاشه موجوده وهي لسه نايمه في العمليات فاخد قرار ان هو يفتح جزء ويطلع اللي هي الشاشه ديت ويقفل البطن والمريضه لسه متخدره مفيش اي حاجه خالص وخرجت بره العمليات وتم عد الشاشات وكل حاجه تمام والى اخره وفاقت المريضه دي. عايز اسال سؤال واختاروا اختيار من الاختيارات دي، هل انت كمريضه او هل انتوا كناس في الوسط الطبي برضو وتتمنى او تحب تشوف الدكتور اللي هيجي يقعد معاك ويقول لك ان انا دلوقتي واحد هيجي يقول لا هي ما عملناش حاجه، احنا كاننا لسه ما قفلناش وشلنا ديت وخلاص هي مش هتاثر فيها في اي حاجه، ده تصرف. وفي تصرف تاني ان هو هيروح يقول للمريضه يا فندم احنا بعد ما احنا بنقفل اضطريت ان انا افتح حته تاني. قعدتنا وقت حوالي 10 دقائق زياده في العمليات طلعت الشاشه دي وهي ليس لها اي قيمه انها تاثر على حضرتك او حاجه وانا بقول لحضرتك دوت ببلغك ده من واجب ان انا لقيت ده. والطبيب الثالث اللي هيجي يقول لك والله لا انا وانا بقفل لقيت ان في شاشه منسيه وان انا دخلت تاني عديت الشاشات وده من واجبي ان انا بعد ما بعمل دوت براجع فبنراجع مراجعه نهائيه ف طلعت الشاشه ديت وده قعدنا وقت اطول في العمليات شويه ولكن احنا لا نعلم هي ممكن تفيدك او تضرك بعد كده ولا لا لاننا لا نمتلك من الابحاث او من البحث العلمي او من الدليل ان دي هتفيدك او هتضرك في المستقبل ولا لا بس احنا شلناها وبنبلغ حضرتك دوت لو عايزه حضرتك تشتكينا دي ورقه حضرتك ممكن تقدري تشتكينا لاداره المستشفى وان احنا نفتح تحقيق وندور على الميكانيزمز اللي موجوده عندنا داخليا في المستشفى ازاي نطور هذا السيستم. فحضرتك هتساليه تقولي له السيستم بتاعك ايه اللي موجود فهيقول لك السيستم ان احنا الشاشات بتاعتنا ليها نوعيه معينه او ليها زي خيط بنحط الاكس راي بتبان في الاشعه بنحط الاكس راي بتاعتنا بتبين لنا ان في حاجه فبنطلعها وده في مستشفيات كتير بتعمل كده وفي ناس بتبقى عامله حاجه تانية بتبقى عامله وايت بورد وكل ما تحط شاشه بتعدها وفي ناس انا واحد من الناس دي لما باجي اشتغل في اي مكان في الدنيا باخد شاشة كده معينة او اخبيها او اخد آلة معينة واخبيها وبعد ما اخلص العملية كلها بسأل التمريض ودي حاجة اتعلمناها من اساتذة لينا انت قفلت البطن تمام كل حاجة تمام الشاشة تمام كل حاجة تمام يا دكتور كل حاجة تمام يا دكتور بعد كل حاجة تمام يا دكتور ده مستقبل الراجل اللي درس سنين عمر وذاكر واجتهد وعمل كل حاجة ممكن يضيع عشان خاطر حضرتك تمام يا دكتور انت كده تمام يو ار فاين وده طبعا موجود يعني الناس اللي تقدر تبحث على الانترنت هتلاقي ان في انجلترا في يوكي في شاشات كتير قوي بيحصل معاهم الموضوع ده بيحصل. في استراليا في امريكا في بتاع ده موجود بالعالم كله الناس مش واخده بالها من حاجه انه مجرد ما الشاشه او الجوز دي دخلت جوه بطن العيان بتتحول شكل دم بتختفي اكزاكتلي exactly. محدش بيعرف يطلعها نورمال اوكيرنس يعني انها لما تتعد هتختار انهي نوع من انواع الاطباء؟ طب انا ممكن اسالك سؤال كده يلا اتفضل يلا طب لو حضرتك بتعمل عمليه وفي وسط العمليه لقيت مشكله ما اوكي بس مفيش كونسنت عليها هتعملها ولا مش هتعملها؟ لا طبعا حتى لو كانت حاجه سيفير حاجه خطيره بص هنا لا هنا بقى في حاجه في الامرجنسيز او الطوارئ لا طبعا يعني انا لو داخل ولاقي مثلا ان في مريضه عندها داخلين على اعتبار انها زايده وانا فوجئت ان في لا مش تيومر لا تيومر ليه قصص ثانيه لازم مثلا لا يعني مثلا لقيت انه حمل خارج الرحم وهينفجر والست دي حتى لا
ده 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 قرار يرجع لنا life. احنا ده قرار I'm saving yeah. وعلى فكره في اطباء كتير جدا اتاذت في حياتها انها اخذت قرارات انها to save patients and they didn't والناس ما كانتش مبسوطه من هذا الاختيار. بس هرجع واسالكم، تحب الدكتور اللي ما قالكيش ولا حاجه، ولا الدكتور اللي شرح لك موضوع الشاشه وقال لك انها مش هتضرك، ولا الدكتور اللي قال لك ان هو ما يعرفش انها هتضرك ولا لا، ولا حابه ان انت تعملي شكوى؟ اكيد التالت. اكيد التالت. To be fully informed. طب انا عاوز اقول لك بقى ان في بعض مرضى لو اتقال لهم لا، لو اتقال لهم بس جمله ان كان في شاشه ومثلا اتشالت او كده او حاجه واحنا ما نعرفش انها هتضرك او لا، هذه المريضه ممكن ان هي تعمل تعيش عمرها كله حاسه ان في حاجه في جسمها غلط، واي شويه وجع ممكن تمر بيهم هتبقى فاكره ان الوجع ده من هذا الموضوع، وهتعيش في وسواس قهري كبير. ولكن واجب الضمير والديوتي اوف كاندا يجبرك انك تعمل كده، ولكن لابد ان يكون عندنا ثقافه احترام ان لما في حاجه بتحصل في غرفه العمليات ان احنا نحكيها بسهوله مع المريض، ونراجع نفسنا ونراجع السيستم بتاعنا، وان الموضوع يتم في اطار ان احنا ما نخبيش على بعض حاجه. لان لو وصلنا للمرحله دي في الوطن العربي وفي ممارساتنا الطبيه ان احنا ما نخافش ان احنا نحكي ونتكلم عنه، والمريض يتقبل ويبقى كل واحد متقبل هو رايح على ايه، الامور هتبقى الطف بكثير، وهتزيد الثقه فشكرا جدا ان انتوا وثقتوا فينا. شكرا جدا ان انتوا ادتونا فرصه ان احنا نحاول نكون سبب لسعادتكم، واحنا عندنا طموحات كبيره جدا معاكم، واحنا حاطين امل وامل كله فيك، وربنا يعني يجعلنا سبب لفرحتكم اكتر واكتر. واحنا اوريدي يعني ودتك جدا، ثانك يو يا دكتور. واستاذ راجي واحد من الناس اللي انا فعليا انا اتبسطت بيه التعامل معاكي، وطبعا انت سويت هارت وده كلامي يعني. اشوفكم على خير ان شاء الله، ربنا يكرمنا مع بعض ان شاء الله. ثانك يو سو ماتش. ثانك يو فيري ماتش.